قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. ديما احنا ديما لا حارس والحارس والو الحارس والو يا خاوتي من الاخر ما راحش تفرق والله ما راح تفرق. خلطها بليلي خلطها بليلي يا خاوتي من بكري هما يكرهوا بليلي وما يحملوهش زاد اليوم خلطها مليح مليح وش راح نقول لكم. شوف لحظة لحظة شوف بسم الله عليك. على كل حالة وما زالك شغل ملحق لهمش الخبر على بالي الإعلام المخزني المنتن دوك يتناقل الخبر هذا بشكل واسع بالخصوص قناة شوف تي في اللي راهي تنشر في الأخبار الكاذبة ضد الجزائر وتستغل أصغر فرصة يا خوتي باش كيما نقولوا تهاجم الجزائر فتحي الجزائر دائما وأبدا. بليلي حبيبنا يا خوتي دار واحد الخرجة اليوم اللي راح تقيسهم بزاف راح تقيس المراركة وتفكرهم بالجروح التي لم تلتئم بعد. لكن الحاجة اللي حبيت نتكلم عليها أيضا أنه للأسف يا خوتي كاين بعض الجزائريين من فئة الشكامة للمروك يا خوتي ولو يسبوا في بليلي ويطيحوا له ويقولوا له شوفوا ما وين راهم وانت وين راك وكذا كشغل بليلي يا خوتي جامي فرح الشعب الجزائري ونسوا كامل الخرجات المليحة تاع بليلي. هذو نكارين الخير يا خوتي وقفوا ضد وليد بلادهم اللي فرحهم وكلش وكانوا مع من؟ كانوا مع المراركة اللي سبوا لهم الشهداء تحت يعني راك تشوف الشكامين وين وصلت بيهم. المهم يا خوتي الفيديو هذا نسحقكم كامل تهبطوا لتحت تخلي اللايك تاعك لانه البارح جاني سينيال او كل يوم يجيني السينيال يا خوتي من عند المراركة وللأسف وللأسف اقولها باللي كاين بعض الشكامة من الجزائريين يجيوا ايضا ويسينيالي والقناة بسبت الفيديوهات اللي قلنا لهم فيهم احنا ما نشجعوش المغرب. ما كانش كيفاش نشجع بلد تسب لي شهداء تاعي وما كانش كيفاش نشجع بلد يا خوتي متصهين هذه هي. وكامل خليوا التعليقات وخليوا ارائكم وقولوا لي يا شرف الدين اذا راني غلط قولوا لي في التعليقات معليش خوتي. المهم يا اخوتي كما راكم تشوفوا هنا في هذه الصورة يوسف بليلي قام بنشر ستوري عنده واحد ساعتين ولا ثلاث سوايع كذاك من اللي تحط هذا الستوري. وش فيه؟ فيه الهدف تاعو ضد المنتخب المغربي هذاك الهدف اللي سكن لهم في حياتهم هذاك الهدف يا خوتي اللي خلى لقجع يخرج ويتكلم ويقول لهم هم ضعاف وكذا ويبدا يسب الجزائريين هذاك الهدف اللي خرجهم من السيطرة اللي خرجهم يبكيو على قنوات شوف تي في. على بالي هدف نورمال عادي يصرف كامل مباريات كرة قدم ولكن هذا الهدف هو اللي دمر لهم حياتهم من الاخر. وصدقوني يا الجزائريين كنت تقولوا لهم يتقساو من كاس العالم وما يتمركاش عليكم هذا الهدف في خير انهم يتقساو من كاس العالم هذاك بعد هذاك البيوت هذاك البيوت اللي مارك عليهم هذاك هذاك خينا من بعد بقاو كيعاودوا فيه انا راه بقاو كيعاودوا فيه بقيت كنتقص شوفي واجما سكتهم عباد الله اجما سكتهم. احنا الجزائريين يا خوتي كي تمرك الهدف تاع يوسف بليلي والله جانا عادي جدا وتقبلناها نورمال لكن هما اللي ما تقبلوهاش نورمال وبسبت انهم ما تقبلوهاش نورمال ولو الجزائريين يحرشوا بهم بهذا الهدف تمسكن لهم هذا الهدف في حياتهم. حتى انا كانت البداية القناة تاعي فيها الهدف هذا يا خوتي كل ما يدخل المغربي يتألم على بال يتألم ويتوجعوا من هذا الهدف. ونقول لكم حاجه يا المراركه توصلوا وين توصلوا في كاس العالم يا لو كانت تديو كاس العالم لكن تحكمكم الجزائر تنحي لكم السروال هذه هي محال انكم تذبحوا الجزائر في كاش ميدان. الان نجيو نحكيو عن سبب نشر بليلي لهذا الهدف لانه بزاف جزائريين جاوا في التعليقات وبداو يقولوا له شوف هما وين راهم وانت وين راك وبداو يطيحوا له وكذا وكذا. ديروا في حسابكم يا خوتي باللي هذا الهدف يعني فات عليه عام دار عليه عام هذا هو السبب الحقيقي لنشر يوسف بليلي للهدف في الستوري تاعو. لا هو حاقد على المراركة لا هو مريض بالمراركة وإنما حياته الشخصية وهذا البروفيل تاعو شخصي وينشر فيه وش حب ينشر أي ستوري حب وأي هدرة حب من الأخر أخي هذه هي نورمال مو هكذا حرية التعبير يا خوتي ولا لا لا. إذا انتوما يا المراركة فهمتوها باليوسف بليلي راهو يستفز فيكم ولا راهو كما نقولوا يفكر فيكم بالآلام والأوجاع اللي عشتوها بسبة الهدف تاعو ويفكركم بأنكم أمام الجزائر تسقطون أمام الجزائر ما يفيدكم لا دفاع لا هجوم من الأخر فهو كذلك كما قالها بوناطيرو فهو كذلك.
ماناش قاعدين باش نشرحوا لكم اكثر من هكذا. واذا تكلمنا عن الحقد وتقولوا يوسف بلايلي وحاقد وكذا وكذا، دوك نعدل لكم واحد الفيديو خاوتي اللي لقجع تفهموا مليح شكون هما اللي حاقدين، هل هم الجزائريين ولا المراركه اللي مازالوا حاكمين الحقد تاع مباراه لكره قدم فقط يا خاوتي اللي قلبوها مع على باليش. واش شوفوا خاوتي من 18 باش كان نقص على اسبانيا ورسمية اسبانيا ملي تنتكلموا على التكوين راه من احسن ما كاين، وباش كنقص على فرنسا وباش كنقص البارحه لايطاليا ايطاليا ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون معليش. كما شفتوا يا خاوتي هنا راهو يتكلم على هذيك نورمالمون يا خاوتي هذيك تاع العاب البحر الابيض المتوسط، راهو يتكلم وكذا. واش قال؟ قال انه المباريات الاخرين اللي لعبناهم كانوا كشغل حصه تدريبيه، والمباراه اللي لعبها هي ضد الجزائر اللي ما ذكرهاش. شفتوا الاستفزاز وشفتوا الحقد تاع الصح، ها ماهوش حياه شخصيه للاعب جزائري يقوم بنشر الهدف تاعو تبداو تهضروا وتحلوا فمكم يا المراركه. وللاسف انه كاين بعض الجزائريين جاوا لعند يوسف بلايلي وبداو يسبوه، وصلوا حتى يطيحوا له بيماه يا خاوتي. هذا السيد اللي فرحنا وهذا السيد اللي خرج 45 مليون جزائري يفرحوا يا خاوتي، يجيو ويسبوا له بيماه وما على باليش وكذا وانت فيك وفيك يا اخي. حاله يا اخي خليو السيد عايش حياته. وكنا نحكيو في الصح يا خاوتي انه هذا الهدف ماهوش يوسف بلايلي برك اللي نشره، وانما عديد الصفحات الفيسبوكيه الكبيره المعروفه يا خاوتي، من بينها موقع هذا كل صفحه كره اونلاين اللي نشرت الهدف. اسمعوا مليح وشوفوا، يوسف بلايلي يسجل هدفه رائع في من منتصف الملعب في كاس العرب امام منتخب المغرب في مثل هذا اليوم قبل سنه، يعني استذكروا الهدف تاع يوسف بلايلي. وصدقوني لو كان ما جاتش هذه الصفحات فكرت يوسف بلايلي بالهدف تاعو ما كانش راح ينشر هذاك الهدف. فهمتوا يا المراركه؟ تسمى ماهوش مريض بيكم السيد او عايش حياته برك، والله ما هو سامع بيكم يا اخي. حاله يا جدك يعسونا في كل صغيره وكبيره ويبداو يحلوا في فمهم ويكذبوا على الناس تاعهم. كيما البارح نشرت لكم واحد الخبر كتبوا محتجزين بتندوف يهربون الى موريتانيا من اجل مشاهده مباراه المنتخب المغربي. على بالك في فيلم ما كانش هذا السيناريو، سبحان الله في فيلم ما كانش هذا السيناريو. ونوجه لكم رسالة برك، نوجه لكم رسالة ليكم يا المراركة. شفتوا كيف فض هذا كاس العالم؟ كيف فض هذا كاس العالم؟ ما تجيوش تبكيوا قدام رجل الجزائريين يرحم باباكم، ما تجيوش تقولون لفتحوا لنا الحدود وكذا لأنه نعرفوكم مذلولين ونعرفوكم ناس ما كومش تاع كلمتكم. ما تجيوش تنشروا فيديوهات وكل فيديو فيه المشاكل تاعكم تجبدوا الجزائر وتقولوا باللي الجزائر هي سبابنا وكذا وقطعت لنا الغاز. أنا نوصي فيكم من الآن لأنكم لو كان تغلطوا غلطة صغيرة برك قدنا هكذا صدقوني تخلصوها غالية، والله تخلصوها غالية. فنقولوها ونعودوها، تحيا يوسف بلايلي وتحيا يوسف بلايلي وتحيا الجزائر دائما وابدا. وهذاك الهدف تاع يوسف بلايلي راح يبقى لكم راسخ في التاريخ حتى تماركيو بيت علينا كما تاع يوسف بلايلي. المهم يا خاوتي نتلاقاو في فيديوهات قادمه، السلام عليكم خاوتي. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.